السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا هنا تأسيس المطبخ والحمام، معانا هنا ملاحيظ هنتكلم عليها دلوقتي. ده الخلاط بتاع البانيو، ده الخلاط بتاع الشطاف زي ما احنا شايفين، ده آخر حاجة في الحمام، ده الخلاط بتاع الحوض. بس أنا عندي هنا الحوض أنا عامله شجرة، تمام؟ فده بيبقى تحت الحوض. هنتكلم برضو على الأشراف بتاعة الحوض، الركبة والحوض العمود والحوض اللي هو بتاع المطبخ اللي بيبقى راكب فوق الرخامة. كل واحد منهم ليه الشير بتاعه وليه منسوب الارتفاع بتاعه. هنا في ملحوظة مهمة جدا أنا عايز أتكلم فيها، ألا وهي إننا المفروض يبقى معايا خلاط قديم، إن كان خلاط بتاع القعدة بتاع السخن والبرد بتاع الشطاف. الخلاط لما بركبه بظبط بيه المواسير بتاعتي وانا في التاسيس بتاعي. انا دلوقتي في التاسيس، في مرحله اسمها مرحله التاسيس. فوانا في مرحله التاسيس مفيش مانع لما يكون معايا خلاط قديم ابدا ان انا اقدر ايه اركب عليه الشغل بتاعي. زي ما احنا شايفين الشغل محطوط موزون مظبوط او كمان على خلاط، تمام. برضو هنا عندي الخلاط بتاع البانيو، زي ما احنا شايفين معايا خلاط قديم شغال بيه علشان اضمن كفاءه الشغل، ان هو يكون ميزان وان هو يكون مظبوط معايا في التركيب. ده كده كانت ملحوظة بسيطة على التأسيس. ادي قلنا الحمام اللي احنا فيه ده، ادي الحوض، تمام. طبعا هنا في حاجة مهمة جدا، ده عمود خرسانة انا مكسرتش فيه. عمود الخرسانة يا جماعة ما ينفعش نكسر فيه، في مهازل بتحصل في التكسير بتاعة الخرسانات، وما ينفعش ان احنا نكسر في عمود خرسانة علشان نعدي المواسير. زي ما قلنا كده الحوض، بعد كده ادي الشطاف، وادي المحبس العمومي اللي داخل من بره، ده كده البانيو، وادي الخط ده ممتد رايح على المطبخ. يلا بينا نشوفه من هناك. كده احنا عدينا الناحية التانية واحنا في المطبخ. ادي الخطين اللي هما جايين من عند المحبس العمومي من الحمام اللي احنا لسه شايفينه. هنا اول حاجة طلعت منه السخان، طبعا برضو السخان ده ليه شرب، برضو كل حاجة جماعة في الشغل بتاع السباكة ليها شرب، حتى القعدة والصروفات القديمة ليها شرب. طبعا هنا في مطبخ، فالقعدة القديمة دي كانت حمام صغير احنا ضمناه على المطبخ، ديت لسه هتتلغى من بره، برضه لما بيجي يركبها بقى لها شرب، تمام. بعد ما قلنا ان احنا جينا الخطين السخن والبارد من المحبس العمومي، اجي هنا عملنا ايه السخان. طبعا السخان مش هحط له خلاط، تمام. هنا انا عندي اهو اول حاجه، هنا عندنا حنفيه غساله، حنفيه غساله. بعد كده عندي الصرف والحوض، ده بقى الحوض اللي احنا كنا بنقول عليه بتاع المطبخ اللي هو بيركب فوق في العالي. يعني عندي الحمامات، عندي فيه الخلاط اللي بيركب نص ركبه تحت، او الشجره بيبقى تحت، او اللي هو بيطلع من الحوض اللي هو الشجره. بعد كده عندي اللي هو الخلاط اللي احنا شايفينه ده بتاع المطبخ اللي بيركب فوق الركاب، تمام. بعد كده ماشي معايا الخطين بتوعي. زي ما قلنا برضو يا جماعه ملحوظه مهمه جدا، اي عمود خرسانه ما كسرش فيه، اي عمود خرسانه ما كسرش فيه، تمام. بعد المطبخ انا عندي في حمام تاني اللي هو الحمام الصغير بتاع الضيوف في الشقه اهو. طبعا هنا جاي الوصله بتاعتي منين؟ من الفتحه دي. قابلني عمود هنا اهوت، كسرت قيمه المحاره اللي كانت عليه، لكن ما جيش جنب الخرسانات. هنا انا عندي الخلاط دوت اللي هو الخلاط بتاع الحوض، تمام. ادي خلاط الحوض اهو، قصدي يعني ده المخارج بتاعت خلاط الحوض، تمام. طبعا لو لاحظنا هنلاقي اللوازم كلها مكشوفه، عشان لسه انا هعمل كبس، لسه هعمل كبس. بسيب بقفل كل الطبات وبسيب مخرج واحد علشان الراجل بتاع الكبس لما يجي بالمكنه يكبس منه. دي بعض ملاحظ على شغل تاسيس السباكه، وان شاء الله مع بعضنا لو في اي ملاحظ تانيه ممكن تعلقوا لنا فيها، تكتبوا لنا في التعليقات. ما تنسوناش بقى باللايك والشير، ما تنسوناش برضو بالسبسكرايب في القناه. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.